ربما السيد جينارو يتحدث عن مستوى النزاهة والشفافية، وأن يكون من مصر هنا يبقى فيه نموذج، هل ده ممكن يحدث في الدول العربية مثلا على سبيل المثال؟ والتواجد في هذه المنظمة الغاية منه هو أن تكون الديمقراطية هي الأساس في كل الدول وفي كل الاختيارات. نعم. وبالتالي كما قلت بداية نحن في مرحلة الاستفادة من التجارب الناجحة، وكذلك تقارير المنظمة هي تقارير تكون رهن إشارة المهتمين والفاعلين والباحثين، إضافة إلى رهن إشارة المنظمات الدولية التي تعمل إلى جانبها، منظمة برلمان البحر المتوسط سواء في الأمم المتحدة أو في الاتحاد البرلمان الدولي كعضو مراقب. وهذه التقارير غايتها هو الاستفادة من كل التجارب الناجحة وإعطاء دروس فيما يتعلق بالأمور التي يمكن أن نستفيد منها وأن نستخلصها وأن ننقلها كتجارب ناجحة إلى تجارب أخرى. لهذا أعتبر أن المراقبة هي مرحلة تدويل بعض التجارب وبعض التقنيات وجعلها رهن إشارة كل المهتمين وكل الفاعلين. فهذا التقرير ليس بتقرير بسيط أو تقرير هين، هذا تقرير مهم وجد وله مكانته ككافة التقارير. يمكن من خلال موقع المنظمة أو من خلال الفاعلين والمتعاملين مع المنظمة أن يكون هذا التقرير محل دراسة ومحل بحث ومحل يعني تدقيق. لذلك فكن على يقين على أن كل الملاحظات الإيجابية والأساسية والمهمة ستكون متضمنة في هذا التقرير لتعم هذه الفائدة. والغاية من الاتحادات البرلمانية هو الديمقراطية كعمل جوهري في أساس البرلمانات الديمقراطية. لذلك نعتقد أنه سنستفيد كمراقبين، سنستفيد كمنظمة، وستستفيد كذلك الدول الأخرى من هذه التجربة. مسألة الإشراف القضائي هي مسألة غير هينة وليست باليسيرة، لأن هناك تجارب في الديمقراطية ضمانات تجارب، هناك لجان مستقلة أي من غير القضاة، وهذا نقاش في إطار العلاقة بين السلطات. هل القضاء سوف يشرف وسوف يتقاضى نحو الأطراف؟ أما هناك تجارب مختلطة بين القضاء والسلطة التنفيذية. التجربة الآن حاليا تجربة قضائية محضة، وهذه التجربة القضائية المحضة القضاء المصري يتميز لدى المصريين باحترام وبتقدير، وبالتالي فهيبة القضاء هي التي تكون في المحك، ومسؤولية القاضي أن يدافع عن هيبته من خلال الحفاظ على سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية. لذلك فسلامة الانتخابات ونزاهة الانتخابات من هيبة القضاء ومن القيمة التي يعطيها الشعب المصري لهذه المؤسسة. وكذلك في الدراسات سواء الدستورية أو يعتبر القرارات والاجتهادات القضائية المصرية هي مؤطر ومحفز على مستوى الدراسات والقرارات القضائية. لهذا نعتقد أن المادة الانتخابية والقضاء الانتخابي له قيمته المحورية، ولهذا فهذا الإشراف سيزيد من أهمية وهيبة هذه المؤسسة.